بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد خساره مانشستر يونايتد 4-1 من واتفورد، احنا محتاجين نقعد قدام احتمالين لا سلس لهم. هل سولشاير اتباع من اللعيبه بتاعته؟ هل تم خيانته من غرفه ملابس مانشستر يونايتد؟ ولا هل ده مستوى لعيبه مانشستر يونايتد الطبيعي والحقيقي؟ احنا دلوقتي قدام معضلتين، المعضله الاولى وهي خيانه للعيبه لمدير فني، ودي حصلت مع مورينيو، بس مورينيو كان بيطلع يشتمهم وكان بيطلع يخبط فيهم في الاعلام، وحصلت مع مورينيو برضو في تشيلسي لما اللعيبه خلاص كانوا وصلوا لمرحله ان هم مورينيو مش هيكمل معانا. بس سولشاير ده اليف جدا، ده مفترض ان سولشاير لما كان بيعاني والنتائج كانت بتعاني معاه وكان بيتم اي كلام من قريب او من بعيد ان سولشاير ممكن يمشي، غرف الملابس وقتها هي اللي كانت بتقدر ان هي تدفع سولشاير ان هو يكمل، علشان خاطر اللعيبه كلها كانت بتجمعه في الماتشات الكبيره وبيقدموا افضل ما عندهم، وبناء عليه سولشاير كان بيكمل معاهم. بس المره دي ان انت تقعد تفكر كده، لعيبه يونايتد ممكن تكون بعد سولشاير، ولا هو ده مستواهم الطبيعي، ولا هم فقدوا الشغف ان هم يكونوا متواجدين في مانشستر يونايتد؟ احنا دلوقتي وسط حاجات كلها سيناريوهات اسوأ من بعض بكتير. ده بعيد النهارده ان واتفورد عمل جيم مميز جدا، بعيد كمان على تالق لعيب زي عمران لوزا الشوط الاول، ولعيب زي ادم ماسينا كان متالق في اوقات كتيره في المباراه، بس الوقت اللي قرر سانشو ان هو يلعب كوره فرق وكان قادر ان هو يخترق ويرفع عرضيات كتير من جبهه ادم ماسينا. هل ماكدوميناي سيء جدا للدرجه دي؟ هل ماجواير؟ لا، هو ماجواير سيء، واتكلمنا على ان هو يونايتد اتنصب عليه في موضوع السعر، ويونايتد اتنصب عليه في حته ان هو كابتن ولا يصلح ان هو يكون كابتن فريق. بس هل ماجواير ساذج جدا للغلطه اللي عملها في الانذار التاني دي؟ هل ماجواير ما شافش ان هو رايح لحته مسدوده؟ هل لاندروف سيء جدا المرحله دي؟ لوك شو سيء، بيساكا كان اسوأ النهارده، يعني احنا بنتكلم على لوك شو بقاله كتير قوي يستحق ان هو يقعد دكه، وسولشاير بيجامله وبيلعبه. ما توقعش ان انا بتجامل كلاعب وبلعب وانا سيء اقرر ابيع المدير الفني بتاعي. كلها حاجات عكس بعض وكلها سيناريوهات عكس بعض. هل رونالدو وبرونو فرنانديز وماجواير عاملين حمله في غرفه ملابس يونايتد على سولشاير؟ لان برونو ورونالدو النهارده الموضوع ما كانش فارق قوي بالنسبه لرونالدو. برونو حسيت بعد الكره اللي شاطها وطلعت بره دي، حسيت ان برونو ايه في العهد بتاعي ان انا بجيبها، انما النهارده يا عطاها، في حين ان النهارده احنا محتاجين ان انت تسجلها. لعيب زي دوني فان دي بيك بيثبت ان سولشاير تكتيكيا معدوم وفنيا معدوم واختياراته في اللعيبه معدوم. الراجل نزل حرك الفرقه ب 45 دقيقه، مش 45 دقيقه للامانه، هي 25 دقيقه قبل ما جوار ما يطرد ويقرر ان المباراه تنتهي تماما. مانشستر يونايتد وسط اسئله كتيره جدا. هل سولشاير هيكمل لحد ماتش تشيلسي ويتعمل عليه سكور ويتعمل عليه فضيحه فوقتها يتم اقاله سولشاير؟ هل الجليزرز اساسا عندهم فكره اقاله سولشاير؟ ما هو الجليزرز كلموا كونتي واجهوا مشاكل مع كونتي في المفاوضات، واجهوا مشاكل مع زيدان في المفاوضات، لان اتقال ان زوجة زيدان مش عايزه تعيش في مانشستر. هل هم مستعدين يتعاقدوا مع براند روجرز، ولا هل هم هيصعدوا مايكل كارك ان هو يكون المدير الفني للفريق؟ او هل زي ما قلت لك هيكملوا بأول جونر سولشاير رغم كل التخبطات اللي موجوده دلوقتي دي؟ مانشستر يونايتد خرج من اطار انك تقعد تحلل الماتشات بتاعته في الملعب عملوا ايه والاخطاء ومانشستر يونايتد علاجه الفني ايه. مانشستر يونايتد دخل في مرحله ان احنا مشكلتنا بره الملعب ومشاكلنا بره الملعب بقت تغلي على مشاكلنا جوه الملعب. انا بالنسبه لي شايف ان اسهل حاجه انك تمشي، تقرر انك تمشي سولشاير، بس بعد ما تمشي هتعمل ايه؟ هتجيب مين؟ مين المدير الفني اللي بلان بي انت حاططها دلوقتي؟ ما فيش غير براند روجرز، لان خلاص كنت مسك توتنهام، زيدان مش موجود ومش عايز ان هو يمسك مانشستر يونايتد. في اسم من بعيد جاي، اتوقع ان هو رالف رانجيك، زي ما كان بيتقال ان رالف واحد من الاسامي اللي بتترمي لاي حد بيفكر يجيب مدير فني ويجيب مدير تنفيذي. انا عن نفسي اتمنى يا عم انك تجيب رالف رانجيك، على الاقل شخصيه قويه، وعلى الاقل لو حصل معاه اللي حصل الشوط الاول هينزل يضرب اللعيبه الشوط الثاني، هينزل يضرب اللعيبه غرف الملابس وهينزلوا الشوط الثاني اقوى من كده. مانشستر يونايتد كان قادر انه يرجع في الجيم، دخيا النهارده كان متالق، طبعا دخيا كان متالق جدا، لولا دخيا الماتش ده كان طلع سكور، يعني شوف هو طلع 4-1، بس لولا دخيا كان عدى الاربعه دي بمراحل. دخيا لقط الهدف الثالث، دخيا صدها في الاولى وجات له في الثانيه. المشكله بقى والمعضله الاكبر بالنسبه لي وهي الحل الثالث، ان مانشستر يونايتد ده مستوى طبيعي، لان انا كنت بتفرج على مانشستر يونايتد كتير جدا في مرحله اولى جونر سولشاير قبل ما يتم التعاقد مع كريستيانو رونالدو، كنت بشوف ان الفرقه دي بتعاني في الماتشات الضعيفه، والفرقه عندها مشاكل كبيره جدا في الماتشات الضعيفه. بس مفترض ان وجود برونو حل القصه دي. لا، وجود برونو ما حلش القصه دي. مستوى اللعيبه بتاعتك سيء، مع عدم الشغف اللي هم موجودين عليه دلوقتي مع اولي جونر سولشاير، مع الحاله اللي الفرقه كلها موجوده فيها،
ممكن اللي حصل يكون طبيعي، حاجات كتيرة جدا ما تفهمهاش. فأنا بصراحة الموضوع اللي حصل النهارده ده مش فاهمه، غير إن أنا زي ما قلت لك رانيير عمل ماتش تكتيكي عظيم جدا، لعيبته عمل ماتش كويس، بس مستوى النادي في الملعب تخليك تسأل أسئلة كتير. أنت بقى عزيزي شايف إيه؟ معلش يعني عايز أسألك بجد، أنت شايف إيه؟ عشان أنا احترت جدا النهارده، هل في مؤامرة؟ هل في تخاذل؟ هل ده مستوى مش طبيعي؟ هل في ايه بالظبط؟ لو انت فاهم القصه من فضلك قول لي، لان انا فعلا تايه ومش عارف الدنيا راحت فين وجت منين.